هبدأ معاك بمؤتمر النهارده، مؤتمر تقديم الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر. خلاص الأمور اتقفلت بقى من الإشاعات اللي هي أصله اتحاد الكورة رجع في كلامه، أصل المدرب مش عايز يكمل، أصله عنده اعتراضات على الجهاز المعاون، أصل الكلام ده كله النهارده خلص. مطلوب إيه الفترة اللي جاية مننا ومن الكابتن إيهاب جلال عشان الأمور تبقى يعني هادئة ورائعة؟ يعني في البداية طبعا ببارك للكابتن إيهاب جلال طبعا توليه المهمة، وإن شاء الله بإذن الله يكون أداها وقدود. أنا عجبني النهاردة بصراحة، كان عنده ثبات انفعالي كويس، مؤتمر كان بيتكلم بشكل كويس جدا، تمسكه ببعض أفراد الجهاز الفني ودعمه للجهاز الفني القديم اللي كان متواجد سواء شوقي أو عصام الحضري اتكلم عليهم بشكل كويس جدا. صحيح. فإن دل على شيء يدل إن هو قعد مع الناس قبل كده وكان متواجد مع شوقي. النهارده قال ان انا في المره الاولى كان هيبقى معايا محمد شوقي، فاذا مفيش اختلاف خالص، مفيش اي مشاكل خالص. فان شاء الله باذن الله احنا يعني كجمهور او كمحللين او كمدربين او كمشجعين في الشارع المصري مفيش مننا غير كل الدعم والمسانده للكابتن إيهاب جلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، وكله باذن الله هيصب في صالح الكره المصريه. لفت نظرك حاجه بعينها النهارده في تصريحات الكابتن إيهاب جلال؟ لا، هو لفت نظري الشكل الهجومي او الناس اللي بتتكلم عليه ان منتخب مصر نفسه يرجع، الناس نفسها تشوف المنظومة الهجومية اللي كنا قبل كده بنلعب بيها او الشكل الهجومي اللي كنا بنلعب بيه تاني، ان هو يرجع تاني بعد كده ونشوف منتخب قوي باذن الله. واعتقد ان القاعدة دلوقتي يعني في لعيبة قبل بطولة افريقيا كانت ممكن نوال المنتخب بس ما كانش شايف ان في وقتها ان هي تنضم، لكن انا شايف دلوقتي ان هي في بعض العناصر الجيدة جدا في الكرة المصرية في الدوري، افرز بعض اللعيبة اللي بتأدي بشكل كويس مع انديتها سواء افريقيا او في الدوري المحلي زي احمد عبد القادر، زي ابراهيم عادل، زي يعني مش عايز انسى حد، ولكن في بعض العناصر صغيره في السن الفتره اللي جايه دي ممكن. هو قال النهارده حاجه مهمه قوي كابتن صديق، انه هيبني على اللي فات. عارف انت في دايما مدربين كده يقول لك ايه، لا احنا انا مستلم المنتخب في وضع صعب. صحيح. المنتخب في ازمه واحنا هناخد وقت كبير جدا في الاصلاح. دايما بيبقى في ناس كده في اول مؤتمر صحفي يقول لك انه في ازمات ومشاكل وبتاع، اقول لك لا، الفتره اللي فاتت جايه جيده وانا هبني على اللي فات. ده انا كنت مستنيه كريم من 2018. الكلمه دي بصراحه كنت نفسي، يعني من 2018 بعد خروجنا من كاس العالم كان نفسي ان احنا نبني على كاس العالم. صح. ولكن انت عارف بعد كل اخفاق او بعد كل خروج من كاس العالم او افريقيا او تصفيات كاس العالم بنطلع ونتكلم في حاجات، في مشاكل غير اللي كنا نتكلم فيها. المشكلة الأساسية اللي هي الخروج أو المساندة أو الدعم أو اختيارات اللعيبة أو اختيارات الجهاز الفني، نتكلم عن حاجات غريبة جدا، قاعدة بالناشئين والمنتخبات والأسماء، وبناخد فترة كبيرة جدا إن احنا يمكن كابتن إيهاب جلال واخد فوق الشهر وزيادة بنتكلم عن إن هو هيتقدم اعتذار أو مش هيقدم اعتذار، هيلعب مازيمبي مع بيراميدز ولا مش هيلعب مازيمبي مع بيراميدز. فكل الحاجات دي بتاخد يعني بتاخد من شغلك، بتاخد من وقتك، بتاخد كاعلام وكإيهاب جلال نفسه، فكابتن إيهاب جلال طبعا مع حفظ الالقاب. فشايف ان احنا خدنا وقت كتير قوي الشهرين اللي فاتوا دول في الموضوع ده، فاعتقد الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله يمكن عنده يوم 12 و13 اول مباراه في المباراة الودية في مع المنتخب وهتبقى بدون الدوليين، فان شاء الله باذن الله قادر ان هو ده. وهو عينه حلوه، يعني هو عينه حلوه من هو بيشغل في الدرجه الاولى، لكن ابدا كابتن إيهاب جلال كريم واخدها من تحت، يعني مش مدرب اللي هو ايه جاي مش مسك فرقه كبيره مش او مسك فرقه كبيره وخلاص كده، راجل واخدها من تحت وعارف اللعيب المصري وعارف اللعيب الكويس اللي امكانياته كويسه. صح. وعارف ازاي يطلع او يكتشف نجوم جدد للمنتخب المصري. اشتغل في كل الظروف زي ما كابتن حسن شحاته قبل كده اشتغل. صح. زي ما كابتن محمود الجوهري اشتغل. صح. زي ما كابتن محسن صالح اشتغل. قدم لنا كل دول، قدموا لنا وجوه جديده ولعيبه جديده لمنتخب مصر. اتمنى الفتره اللي جايه ان احنا نشوف لعيبه جديده. بعض الناس النهارده وقفوا على تصريح الكابتن إيهاب جلال، قال لما اتسال عن عبد الله السعيد واعتزاله دوليا ممكن يرجع تاني، قال لو عبد الله السعيد مشي بشكل كويس مش هيبقى عنده مانع انه يرجع لمنتخب مصر تاني او احنا نضمه تاني لمنتخب مصر. رايك ايه في التصريح ده؟ يعني هو شيء طبيعي طبعا، يعني هو يعني انا لو كابتن إيهاب جلال، يعني اي حد بيسال كابتن إيهاب جلال او بيسالني على اي لعيب مش عبد الله السعيد، اكيد يعني ده لعيب دولي ولعيب كبير وله تاريخ
وقدم المنتخب ولعب كاس عالم ومع النادي ولعب مع النادي الاهلي قبل كده في بطولات افريقيه وكاس العالم للانديه، فاكيد هشكي طبعا باللعيب واكيد هتكلم عليه كويس، واللعيب هو المفتاح يعني، هو اللي في ايده ان هو يروح منتخب يرجع منتخب باداء صح. ومش مش مش بإيهاب جلال ان هو يرجع او بالسؤال الصح. بعض الناس تعاملت انه خلاص كده الكابتن إيهاب جلال واخد عبد الله سعيد المعسكر، وطبعا لو يستحق يتاخد، بس تعاملت انه تصريح الكابتن إيهاب جلال انه ده عبد الله سعيد اول لاعب في المنتخب. لا انا اتصور ان هو طبعا يعني في شياكه في الرد، في دبلوماسيه في الرد، ولكن اعتقد ان الفتره اللي جايه عبد الله سعيد ممكن يعني الفتره اللي جايه يبقى في الدوري مركز مع بيراميدز او في الدوري اكتر مع المنتخب، لان في زي ما قلت لك في لعيبه في المركز دوت الحمد لله الدوري افرز، وبعض المباريات الافريقيه افرزت بعض اللعيبه اللي بتلعب في المركز عبد الله سعيد، فاعتقد الاولويه هتبقى ليهم. لكن طبعا في الاول وفي الاخر عبد الله لعيب كبير، واي مدرب هيجيب سيره عبد الله هيتكلم عليه زي ما الكابتن إيهاب جلال اتكلم. استاذ جمال عبد الهام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم قال تصريح النهارده ان غياب الكابتن حازم امام عن المؤتمر الصحفي النهارده كان بسبب انه كان لابس كاجوال. رايك ايه؟ لا يعني انا برضو يعني مش عارف يعني هل الاتفاق كان ان كل الاعضاء مجلس الاداره يلبسوا اليونيفورم او ما يلبسوش اليونيفورم، فانا مش عارف الاتفاق ايه، ولكن انا كنت اتمنى كابتن حازم امام يبقى متواجد او كل اعضاء مجلس الاداره تبقى متواجد، ودي طبعا حريه شخصيه لكابتن حازم سواء متواجد او غير متواجد، هو كابتن إيهاب جلال متواجد على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر، كابتن حازم امام ما عندوش اعتقد يعني كل الدعم والمسانده من الكابتن حازم للكابتن إيهاب جلال، وحازم من الناس المحترمه المؤدبه اللي خلاص يعني بتقفل الصفحه زي ما انت قلت قبل كده. الكابتن إيهاب جلال منتخب ما عندوش، هو فرد من افراد اعضاء مجلس اداره الاتحاد، فهو طبعا اكيد اكيد مليون في المية ان هو دعم ليه طبعا ومساند ليه، هو اكيد المعلن وحازم ما عندوش انا يعني ما عندوش مشاكل يعني ما ياخدش مواضيع نفسيه في المواضيع دي، ما عندوش مواقف شخصيه ومؤدب وما عندوش الحاجات دي طبعا. صح صح. لو هو حسب معلوماتي يعني انه كابتن حازم امام كان معترض على فكره مدرب وطني وكان عايز مدرب اجنبي لافكاره وعنده بلان وعنده خطه معينه، بس ما كانش معترض على الكابتن إيهاب جلال كاسم او كقيمه يعني، فما اعتقدش ان هي مشكله. معترض على الفكره، معترض على الفكره بس، ومن حقه يعني على فكره بس. من حق اي حد معترض طبعا. يعني فاهم، في ناس كانت عايزه اجنبي وفي ناس عايزه مصري بالزبط. فالمصري موجود، هل لو كان في اجنبي كان هيبقى في الدعم برضو للاجنبي والمسانده للاجنبي 100%. فاعتقد ان كابتن حازم يعمل كود. طيب هل الكره مع رابطه الانديه خدوا قرار انه المديرين الفنيين ما يتمش تداولهم بدايه من الدور الثاني؟ تداولهم ده معناه ايه؟ ان المدير الفني ما يسيبش فرقه او يستقيل او يقال او يمشي بالتراضي ويروح يدرب فرقه تاني في نفس الوقت ده في نفس الموسم ده اللي هو الدور التاني. رايك ايه في القرار ده؟ انا رايي كان يعني القرار ده كان من ايام الكابتن احمد مجاهد، متاخر متاخر جدا، والكابتن احمد مجاهد كان مطلع القرار دوت، وما اعرفش الاسبوع اللي فات في قنبله ضربت كده في كله اسبوع واحد كله يعني كده يعني وبعدين كريم كله راح وجه وبعدين كريم ما فهمش مين فين يعني اللي استغربوا اكتر كمان ان المدربين اللي مشوا كانوا مستقرين فنيا مع الانديه بتاعتهم. صح. يعني كابتن احمد سامي بصراحه كان عامل موسم يعني عامل الموسم اللي فات والموسم ده اكتر من هائل مع سموحه، وكان ماشي بشكل كويس، لكن ايه الخلفيات بقى اللي هو مشي عشانها احنا ما نعرفش. كابتن حبيب بسيوني فرقه المحله من الفرق القويه جدا اللي بتلعب على ملعبها وبتلعب بره ملعبها بشكل كويس جدا، وعندها منظومه دفاعيه بشكل كويس جدا، وعندها لعيبه مش 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 قيمه تسويقيه عاليه، ولكن لعيبه بتأدي بشكل كويس وبتلعب على قد امكانيات النادي وقد امكانياتها. فهيثم كان ما شاء الله عليه كسب بيراميدز وتعادل مع النادي الاهلي، فوجئنا ان هو مشي. فكل ده طبعا يعني كان لازم فعلا تبقى في وقفه، واعتقد وجود الرابطه الفتره اللي فاتت ديت حل مشاكل كتير جدا للكره المصريه، واتمنى ان القرار دوت الفتره اللي جايه. كابتن تامر مصطفى برضو كان شغال بشكل كويس بشكل كويس، يمكن النتائج ما كانتش مساعداه، ولكن كابتن تامر ادى بشكل كويس مع المقاصه. لا بصراحه انا في رايي كابتن تامر مصطفى تحديدا مع مصر المقاصه لان النتائج كانت معقوله يعني على ضوء الامكانيات، على قد الامكانيات ما انا بقول على قد الامكانيات. وانس بقى ان هو جاله عرض كويس في نادي كويس زي الجونه ان هو راح، فده حق من حقوقه، ولكن زي ما قلت حضرتك كريم ان الوضع لازم يبقى فيه اسس كنترول. لازم يكون فيه اسس وفي قواعد احنا ننظمها ازاي، فدي طبعا مع الرابطه طبعا برئاسه الاستاذ احمد دياب طبعا. انا عارف ما بحبش الحاجات دي تبقى بقرارات، ما اكذبش عليك يعني،
بس لازم يبقى في قرار. يعني اللخبطه اللي عماله تحصل دي من الاول، ما مفيش استقرار، مفيش اي نادي عنده استقرار بسبب ان المدرب بيصحى من النوم يقول السلام عليكم يا جماعه انا ماشي، يا عم انت كنت ماشي معايا مستقر، لا انا مش عاجباني الظروف، فجاه ما عجبتش عشان جاله عرض تاني. لو ما جالوش عرض تاني هتبقى الظروف زي الفل، هتبقى متواجد. ايوه متواجد. ده اللي بيزعل، ده اللي بيحزن طبعا، وخاصه الناس كلها يعني قيمه وقامه كبيره طبعا. كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن تامر، كابتن احمد سامي، مش الاسماء العظيمه يعني دي بس. لا انا بكلمك من قبل كده كمان، يعني في بقول لك هي كانت المفروض، بص اقول لك حاجه، اي حاجه كريم بتتعمل لازم من اول الموسم لازم يكون في لوائح من اول الموسم تتنفذ. صح يا جماعه المدربين اللي هيحصل في انتقال مثلا هيكون تحت بند، لو النادي مشاك من حقك انت كنادي كمدرب ان انت تروح نادي. افرض انا مدرب النادي مثلا، مجلس اداره مش مقتنع بيا ومشاني لسوء النتائج، وانا قاعد في البيت وجالي نادي، هقول لا عشان اللوائح؟ لا، تسمح باللوائح اذا كان النادي هو اللي ممشيك. لكن ما ينفعش ان انا اكون عامل نتائج كويسه وماشي كويس ورايح مثلا العب في الكونفدراليه او في مربع الذهبي على بعد خطوات وعشان انتقل. يعني انا شفت فرقه سموحه في الماتش اللي فات بصراحه، يعني كان نفسي كابتن احمد سامي يكمل في السموحه، يعني سموحه مش هي دي سموحه اللي لعبت الماتش اللي فات بصراحه يعني. طيب.